بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم طلابنا طلاب الفرقة الأولى بكلية الزراعة جامعة دمنهور. مع حضراتكم دكتور سيد مشاحيت، مدرس أمراض النبات الفسيولوجيا بقسم أمراض النبات. إن شاء الله هتكلم مع حضراتكم النهاردة عن الدرس العملي الثاني من الدروس العملية لمادة تقسيم النبات. بعد ما خلصنا فوق مملكة أوليات النواة المرة اللي فاتت، النهاردة إن شاء الله ولحد نهاية الترم هنبدأ ونواصل دراستنا لفوق مملكة حقيات النواة، اللي بتكون النواة فيها أو المادة النووية فيها موجودة في نواة واضحة التركيب محاطة بغلاف نووي. فوق المملكة دي بتتقسم لتلات ممالك: مملكة الفطريات ومملكة النبات ومملكة الحيوان. طبعا مش هندرس مملكة الحيوان النهاردة، هندرس فقط مملكة الفطريات ونخلصها، فالسكشن الثاني مخصص لمملكة الفطريات. أي حاجة بعد كده طبعا هتبقى تبع مملكة الإيه؟ تبع مملكة النبات. المملكة دي أو مملكة الفطريات كينجدم مايسيتي بتتقسم لتو ديفيجنز كبار. الديفيجن الأولاني ديفيجن ماستيجو مايكوتا، وده بيشمل كل الفطريات اللي بتكون تراكيب متحركة بأصوات، عشان كده بيسموها قسم الفطريات الصوتية. القسم الثاني بيسموه ماستيجو، يعني لأ، يعني لا صوتية أو عديمة الأصوات، عشان لا تكون تراكيب متحركة بالأصوات. نبدأ بقسم الفطريات الصوتية، هندرس فيها كائن وحيد هو فطر البوجو. هناخد في التكاثر اللا جنسي او الاسكشوال ريبرودكشن بالجراثيم السبورنجيه. احنا عارفين ان الجراثيم السبورنجيه يعني جراثيم كيسيه موجوده في اكياس جرثوميه او في حوافز جرثوميه. الحوافز دي بتتكون تحت بشره العائل، بتبقى محموله على حوامل اكياس سبورنجيه. طبعا احنا عارفين ان الفطر بينمو في نسيج العائل بشكل بين خلوي، وان التراكيب التكاثريه دي بتتكون في وقت متاخر بعد ما يكون الفطر خلاص استبلشت وامن مصادر غذائه. فكل دايره من اللي احنا شايفينها دي عباره عن كيس جرثومي سبورنجي بيحتوي بداخله جراثيم سبورنجيه. الجراثيم دي بتضغط على بشره العائل، او الاكياس دي بتضغط على بشره العائل كل ما تتراكم، وبعد كده بتتمزق وبتتحرر. يبقى اسيكشوال ريبرودكشن في فطر البوجو، اماستيجو مايكوتا، مايسيتي، وطبعا يوكاريونتا. زي ما حضراتكم شايفين احنا هنا مش بنطالبك بالكلاس، لكن الكلاس يعني لو عرفت الكلاس بتاع كل كائن هيبقى اسهل عليك تتعرف على التراكيب. زي ما انتم شايفين هنا ده كلاس او مايسيتس، لانه بيتكاثر جنسيا بالجراثيم البيضيه، عشان كده بيسموه او مايسيتس. فالنموذج الثاني هيبقى التكاثر الجنسي بايه؟ بالاوسبورس. يبقى التكاثر الجنسي بالجراثيم البيضيه، والكلاس ده صف الفطريات البيضيه. هنلاقي زي ما حضراتكم شايفين الجراثيم البيضيه بتتكون داخل نسيج العائل، وبتبقى عباره عن خلايا لها جدار سميك ومزركش من الخارج، وبيبقى مخزن فيها غذاء للفطر عشان يساعده يتحمل الظروف البيئية غير الملائمة، عشان كده دي بتتكون في نهاية الموسم. فده النموذج الثاني اللي هو تكاثر الجنسي في فطر بالجراثيم البيضية في فطر البوجو، اللي بيتبع ماستيجو مايكوتا، كينجدم مايسيتي، وفوق مملكة حقية النواة. بكده نبقى خلصنا الديفيجن اللي هو قسم الفطريات الصوتية، ما فيهوش غير البوجو بس. بقية الفطريات كلها هنلاقيها بتتبع قسم الفطريات عديمة الأصوات، وطبعا دي صفة أرقى إنها ما فيهاش أصوات، ما بتتحركش. التحرك بالأصوات دي صفة إيه؟ صفة حيوانية. فهنلاقي إن القسم ده برضو متقسم لتلات صفوف، برضو زي ما قلنا حسب التكاثر الجنسي منلي، يعني حسب التكاثر الجنسي. فهنلاقي الصف الأولاني صف الفطريات الزيجوية هيبقى زيجوميسيتس. الصف اللي بعده صف الفطريات الأسكية، يبقى أسكوميسيتس، يبقى بيتكاثر بالجراثيم الأسكية. آخر حاجة وأرقاهم هو صف الفطريات البازيدية، هيبقى بيتكاثر بالجراثيم البازيدية اللي هي بازيديو مايسيتس، والجرثومة بتاعتها اسمها بازيديو سبور، الجرثومة الجنسية بتاعتها اسمها بازيديو سبور. عشان كده لو عرفت الصف هترتاح شوية في التعامل مع الفطريات. في الزيجوميسيتس هندرس الريزوباس تولونيفر. الريزوباس ده اللي هو فطر عفن الخبز زي ما احنا عارفين. شكله في الطبيعة بيبقى عبارة، بيسموه ريزوباس عشان بيعمل ريزويدز أو أشبه جذور، وستولونيفر عشان بيعمل مدادات، بيمدد كده على سطح النسيج اللي هو سطح الخبز ده وينمو عليه.
عند قصاد كل ريزويد بيطلع مجموعه من الحوامل راسيا بيسموها سبرانجيوفورز. السبرانجيوفورز دي بتنتهي بانتفاخ وبيحمل الحافظ الاسبرانجي. فزي ما حضراتكم شايفين دي الهيفات والريزويدز، ودي الحوامل الاسبرانجيه بتنتهي بالكوليوميلا او العيميد، وبتبقى حواليها الاكياس الاسبرانجيه اللي بيبقى فيها الجراثيم الاسبرانجيه. يبقى ده التكاثر اللاجنسي بالحوامل الاسبورانجيه او الجراثيم الاسبورانجيه او سبورانجيوفورز زي ما تسميها في ريزوباستولونيفر وامستيكو مايكوتا وطبعا كينجدم مايسيتي ايوكاريونت. النموذج الثاني فيه زي ما انتم متوقعين من الاسم انه هنشوف الجراثيم الزيجويه اللي هي الزيجوسبورز. الزيجوسبورز زي ما احنا عارفين بتتكون ما بين تو كومباتبل مايسيليوم او اثنين مايسيليوم متوافقين مع بعض موجب وسالب. بيتكون السسبنسورز او المعلق، وزي ما انتم شايفين بتبدا الاول البلازموجامي يليه الكاريوجامي وتبدا تكبر في الحجم ويتخزن فيها الغذاء ويتكون حواليها الجدار السميك. دي جرثومه جنسيه جدارها صلب سميك بيتحمل الظروف البيئيه غير الملائمه. يبقى ده تكاثر لا جنسي بالزيجوسبورز. ريزوباستولونيفر ده اسم الكائن. امستيجو الفطريات عديمة الاصوات وتبع مملكة الفطريات سوبر كينجدم يوكاريونتا اللي هي حقيقيات الانوية. ده النموذج الوحيد اللي هنشوفه في الزيجوميسيتس. هندرس بعد منه صف الفطريات الاسكية اسكوميسيتس. هناخد فيه اول حاجة اللي هي ابسطها واقلها تعقيدا اللي هي فطريات الخمائر او الساكاروميسيس اللي هي الخميره او الساكاروميسيس. يعني الخميره اللي احنا بنستعملها في العيش دي هي عباره عن فطر. التركيب اللي هنشوفه هو التكاثر اللا جنسي بالتبرعم. فاللي حضراتكم شايفين هذه مش عباره عن جراثيم، لا دي عباره عن خلايا خضريه سوماتيك سيلز بيبدا يتكون فيها نتوء صغير. النتوء ده مع الوقت يبدا يمتد ويكبر ويكون خليه بنويه جديده صغيره. الخليه البنويه دي تفضل تواصل النمو لحد ما تبقى كبيره قد الخليه الام، وبعدين ينفصلوا هما الاثنين عن بعض. فده التكاثر اللاجنسي بالتبرعم في الخميره. يبقى تكاثر لاجنسي بالتبرعم ساكاروميسيس الخميره امستيجو مايكوتا الفطريات مملكه الفطريات فوق مملكه حقيقه النوى. هنشوف بعد كده في الفطريات الأسقية. هننتقل بقى للفطريات الأكثر تطورا والأكثر تعقيدا، ودي اللي بتمثل أغلب الفطريات الأسقية. هنشوف منها فطر الأسبراجيلس. أسبراجيلس زيه زي أغلب الفطريات الأسقية بيتميز إن الهيفات بتاعته بتبقى مقسمة بجدر عرضية، فبنشوف فيها خلايا عكس كل الفطريات السابقة اللي كانت بتكون لو الميسيليوم بتاعها بيتكون من هيفات بتكون عبارة عن سينوسيتيك ميسيليوم غير مقسم. بيبقى عندنا خلية القدم أو الفوتسيل بيطلع منها الحامل غير المتفرع، الحامل الكونيدي غير المتفرع اللي بينتهي بالكوليوميلا أو الانتفاخ اللي بيحمل استريجما اللي هي أو استريجماتا الجمع اللي هي النتوءات اللي بتشيل عليها السلاسل من الجراثيم الكونيدية. فده الحامل الانتفاخ في النص، وهنلاقي كل دايرة من دول عبارة عن جرثومة كونيدية. شكله زي ما انتم شايفين كده كأنه حد أسمر كده وشعره منعكش، عشان كده بيسموه رأس العبد. فده شكل النموذج عشان ما ننساهوش. فيبقى التكاثر لاجنسي فطر أسبرجيلس أمستيجو مايكوتا مايسيتي يوكاريونت. هناخد النوع الثاني أو الكائن الثاني. هندرس فطر بنسيليوم. بنسيليوم زي ما حضراتكم شايفين الميسيليوم بتاعه الحامل الكونيدي بتاعه بيكون متفرع، يعني بيبقى متفرع، وبعد كده التفرعات بتديني تفرعات والتفرعات تديني تفرعات، وبعد كده تنتهي بالاستريجماتا أو سلسلة من الاستريجما. كل استريجما منهم بتشيل إيه؟ بتشيل سلسلة من الجراثيم الكونيدية. فزي ما انتم شايفين نتيجة تفرع الحوامل هتلاقي كمية الجراثيم عددها ضخم. يعني لو بصينا لها هنلاقيها بتبقى عاملة زي شبه المكنسة كده، أو زي الهيكل العظمي بتاع الإيد لما تشوفه في الإكس راي أو الأشعة كده بتاعت العظام. فبيبقى عبارة عن تفرعات تفرعات تفرعات، وبعدين استريجماتا في الآخر، وبعدين سلسلة من الجراثيم الإيه؟ من الجراثيم الكونيدية. ده تكاثر لا جنسي بالكونيديوسبورز أو الكونيديوفورز، أي الاتنين صحيحين.
بفطر بنسيليوم، الفطريات عديمة الأصوات، مملكة الفطريات، وطبعا فوق مملكة حقيات النواة. بكده نبقى خلصنا صف الفطريات الأصكية اللي درسنا فيه 3 فطريات. نيجي بعد كده لأكثرهم رقيا، وهو صف الفطريات البازيدية أو البازيديومايسيتس، أنا آسف. ده أرقاهم زي ما هنشوف دورة الحياة فيه، أو المثال اللي هناخده فيه هو فطر صدى الساق الأسود في القمح. ده يعني من أبدع وأمتع الأمثلة اللي ممكن تشوفها وتدرسها للفطريات. هنلاقي إن دورة الحياة بتاعته دورة مركبة ومحكمة بدقة. الفطر ده بيصيب نباتين، بيصيب نبات البربري وبيصيب نبات القمح، وبيكون عليهم 5 أطوار مختلفة. 5 أطوار مختلفة، فيعني حاجة في قمة الإبداع والدقة يعني. أول طورين هندرسهم مع بعض. الأول الفطر اسمه صدى الساق الأسود في القمح، أو باكسينيا جرامينس تريتيساي. باكسينيا جرامينس تريتيساي هناخد فيه أول شريحة، هشوف فيها الطور البكني والطور الأسيدي. الاتنين دول بيتكونوا على أوراق نبات البربري. بعد العدوى بتاعت نبات البربري المايسيليوم بينمو داخليا، وبعد كده على السطح العلوي بيدينا تراكيب دورقية هي عبارة عن الطور البكني، بيبقى طالع منها الريسبتيف هايفي أو هايفات الاستقبال، وبيتكون فيها تحت السبرماشيا اللي هي الجراثيم المذكرة. الطور البكني بيخصب بعضه بالتبادل، وبيتكون فيه مايسيليوم جديد. المايسيليوم الجديد ده عبارة عن N plus N، كل خلية فيه نواتين، واحدة من هنا، واحدة من الاسبرماشيا، واحدة من الريسبتيف هايفي، بينمو في النسيج لحد ما يوصلوا السطح السفلي، وبعدين يدونا الوعاء الأسيد الكبير الجميل اللي انتوا شايفينه ده. كل خلية من خلال الوعاء أو كل جرثومة من جراثيم الوعاء الأسيدي أو الجراثيم الأسيدية اللي بتبقى موجودة في الوعاء الأسيدي بتبقى فيها نواتين مترافقتين، يعني مش مندمجتين، كل واحدة لوحدها لكنهم الاتنين مع بعض في خلية واحدة. ده اللي بيدينا الجراثيم الأسيدية. الجراثيم الأسيدية دي بقى هي اللي بتروح للقمح تعديه، وتدينا مايسيليوم ينمو داخل نسيج القمح، وبعدين لما يأمن مصادر الغذاء بتاعه يبدأ يعمل تجرثم، فيدينا وسادة من الهيفات تحت سطح العائل، يبدأ يتكون عليها حوامل، كل حامل من ده ينتهي بجرثومة. الجرثومة دي بتبقى بيضاوية الشكل زي ما انتم شايفين، بيسموها الجراثيم اليوريدية اللي هي اليوريديال ستيج أو يوريديوسبورس. الجراثيم اليوريدية زي ما انتم شايفين غير مقسمة، الخلية بصوا شفافة، يعني لو شفتها هي مش هيبقى فيها ايه خط بالعرض، شكلها بيضاوي الشكل مش لهبي زي ما هنشوف في الأطوار في الطور اللي بعد كده. فالجراثيم اليوريدية دي تتكون بكثافة شديدة أثناء موسم النمو بتاع القمح، وتعدي القمح هي اللي بتسبب الوباء بتاع المرض. بعد كده في نهاية الموسم يبدأ المايسيليوم يدينا أو يكون لنا الجراثيم التيليتية. الجراثيم التيليتية بيكون جدارها أسمك زي ما حضراتكم شايفين. الأول الأنوية النواتين يلتحموا مع بعض ويدونا نواة 1N، تنقسم وتدينا نواتين، أنا آسف، يلتحموا مع بعض ويدينا نواة 2N، وبعدين تنقسم النواة دي وتدينا نواتين كل واحدة فيهم 2N، يعني دول دي 2N ودي 2N، مش دول الاتنين الأساسيين وكل واحدة اتفصلت عن التانية، لا، هما ده ناتج للالتحام، بعد الالتحام بقى تركيبهم 2N، والخلية بتنقسم بالعرض زي ما انتم شايفين هنا، الجرثومة بتنقسم بالعرض، انتوا عارفين ان دي جرثومة يعني مصممة لتحمل الظروف البيئية غير الملائمة، فلما بتتقسم بالعرض بتزود فرص ان لو خلية منهم تضررت التانية تكون للصحية. فبنلاقي ان الخلايا لهبية الشكل ومقسمة بجدار عرضي زي ما انتم شايفين، كل خلية فيهم هتلاقي فيها خط بالعرض، ده تقدر تميز بيه الجراثيم التيليتية عن الجراثيم اليوريدية. الطور ده بيتكون في نهاية الموسم عشان بعد كده لما الظروف تتحسن او الجرثومة تتنقل لنبات البربري بتنبت، كل خلية منهم بتنبت لوحدها زي ما انتم شايفين، وتدينا حامل بازيدي. ايه حامل البازيدي ده؟ بيشيل عليه الجراثيم الايه البازيدية، ده الطور الخامس والطور الايه والطور الاخير. الجراثيم البازيدية دي هي اللي بتعدي نبات البربري وبتدينا الطور البكني والاسيدي عليه وتكمل بيه دورة الحياة. فسبحان الله، يعني دورة حياة محكمة ودقيقة للغاية. زي ما انتم شايفين المايسيليوم هنا كان عبارة عن هايفات، يعني تركيبه خيطي او مايسيليوم وهيفات. لما نيجي بعد كده النموذج اللي هنشوفه بعد كده اللي هو اقصى بقى درجات التطور والرقي، هو الفطريات عيش الغراب.
في الفطريات البازيدية. هنلاقي ان صحيح دورة الحياة بتبدأ بميسيليوم خيطي بينمو داخل في التربة كده، او احيانا في على داخل الخشب بتاع الاشجار او حاجة، يعني في المادة العضوية بشكل عام يعني. الا انه في نهاية دورة الحياة بيدينا تركيب، بيدينا ثمرة أسكية في غاية الابداع، بيبقى لها زي ما انتم شايفين عنق كده او طوق وساق، وبعد كده بيبقى فيه المظلة بتاعتها، وبتبقى تحت المظلة بيبقى فيه الخياشيم اللي بيتكون عليها الجراثيم البازيدية. الجراثيم البازيدية بتتكون طبعا ايه، بتتكون طبعا مباشرة على الحوامل البازيدية اللي بتحمل مباشرة على الخياشيم او الجلز. يبقى اللي احنا شايفينه ده عبارة عن ثمرة بازيدية. لو قلت تكاثر جنسي هيتحسب لك صح، لو قلت جراثيم بازيدية على حامل بازيدية هيتحسب لك صح. الفطر اسمه فطر عيش الغراب او الاجاريكس، احد فطريات عيش الغراب اللي هو الاجاريكس. ده بيتبع برضو امستيجو مايكوتا كينجدم مايسيتي و سوبر كينجدم يوكاريونتا. بكده نكون درسنا كل المجاميع الخاصة بالفطريات اللي هندرسها مع بعض في العمل، ونبقى كده خلصنا مملكة الفطريات. أي حاجة بقى هتجيلك في السكاشن بعد كده حضرتك عارف إنها هتبقى تبع مملكة كينجدم فايتا سوبر كينجدم يوكاريون. بالتوفيق. السكشن ده مهم وهو طويل شوية، في العادة كان بيبقى سكشنين، فأنا بعتذر لحضراتكم عن الإطالة وبتمنى لكم التوفيق والتيسير دائما إن شاء الله. شكرا جزيلا.